يعني لنا جميعا هذا النجاح ديال هذه الدوره هذه اللي جات في ظروف اللي صعبه جدا ولكن كانت ناجحه بجميع المقاييس بحيث لا التنظيم ولا المدار ولا الموجود ولا كل شيء. اذا هنيئا لنا وشكرا لكل المدعمين وكل الذين سهروا على نجاح هذه التظاهرات من سلطات محليه وامن ووقايه مدنيه ورجال الصحه والحكام والمنظمين اللي هم معنا ولكل الجميع وللناس اللي كانوا حاضرين معنا والسيد الرئيس الجهه اللي كان شرفنا بالحضور ديالو. هنيئا لنا اذا بهذه التظاهره وموعدنا ان شاء الله التظاهره اللي كتحيي الماراثون الدولي ديال مراكش اللي غادي يكون ان شاء الله نهار 29 جانفي 2023. والى ذلك الموعد السلام عليكم ورحمه الله. سي نبوة ساكين سي لو بارتي سو سبيكتاكل دي كيلومتر باغاليس كما لابتود اون سي بوسي انكور بلو فور كوز دي زاني كون دو باسي le Covid nous a obligé à ne pas faire les courses. Et je suis bien ravi de voir que les choses recommencent à être ce qu'elles auraient dû être pendant le Soudan. Enchanté d'être marocain et tous mes voeux pour une bonne continuation du sport de rugby. السلام عليكم. يعني اليوم كنوجه التحية أولا للصحافة، الصحافة المغربية، ويعني نجي نرحل بالتوقيت اللي حصل لي اليوم اللي هو يعني ماشي توقيت شخصي ولكن توقيت مع الإكرام الإنسانية، أنني فرحان بهذا المرتبة والتوقيت. يعني أنا الحدود ديالي ماشي 10 كيلومتر، رحت ديالي الماراثون بعد ما فزت 2020 بمرحبا في الرقم السياسي في مرحبا من قريب في سوشيال مرحبا في السنة. اليوم أنا فرحان بهذا التوقيت ديال 10 كيلومتر اللي هي ماشي القصر ديالي. محمد الضيفة من مدينة فاس فريق الوفاء قرية الفاسي لعب القيوة. الحمد لله انا فرحان بالفوز ديالي وما كانش ما جاش عند الصوصه جا عند تيرمارين شرقه وبريباراسيون اللي قويه في مدينه كبران والحمد لله هادشي ما ديك التمارين ما مشاتش فاوي. الحمد لله انا فرحان بالفوز هذا ومازال ان شاء الله الخير قدام وكنواعد بارقام جيده احسن من هادشي والحمد لله. وانا هذا الفوز هذا كنهديه للوالدين ديالي والمدرب ديالي حتى هو والاصدقاء ديالي اللي كيعاونوني في كبران حتى هما كنبغي نشكرهم بزاف. مراكش فاش جات؟ جوال مراكش جميله بزاف ماشي اول مره غندرب مراكش ومراكش المدينه اللي عزيزه عليا وعندي فيها دراري صحابي بزاف وكنبغي نشكرهم حتى هما من هذا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.